مستفيدين الأعزاء مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة ثانية من درس مواطنتي صادقة متشبث بثوابتي الدينية وهويتي الوطنية المغربية. والآن شكون يذكرنا بالمضمون ديال الحلقة الفايتة ونشوفوا مع كلتم؟ تفضلي كلتم. نعم أستاذة، شفنا الثوابت الدينية وهوية الوطنية كيفاش المغاربة متشبتين بهويتهم ووطنهم. جيد كلتم بالفعل. والآن شكون يذكرنا بهاد الثوابت ونشوفه مع خديجة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذة، الثوابت الدينية المغربية هي إمارة المؤمنين، المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية والتصوف السني الجنيدي. تبارك الله عليك خديجة. جيد، وعلاش تعرفنا كذلك ونشوفه مع لطيفة؟ تفضلي لطيفة. تعرفنا على المفهوم ديال الهوية الوطنية، وهي مجموعة من الخصائص الاجتماعية والثقافية واللي كيتقاسموها المغاربة بيناتهم وكيتميزوا بها. جيد تبارك الله عليك، مزيان. وشنو الغاية من تعرفنا على الثوابت الدينية والهوية الوطنية؟ تفضلي أمينة. نعم أستاذة، وباش نتشبتوا بها ونكونوا مواطنين صادقين. تبارك الله عليك أمينة، بالفعل تمسك عفوا بالثوابت الدينية والهوية الوطنية من تجليات المواطنة الصادقة، وهذا من أجل حماية ثوابت الأمة المغربية واستشعار المسؤولية تجاه الوطن. وكنت طلبت منكم في نهاية الحلقة السابقة تبحثوا في موضوع المواطنة كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، والآن نشوفوا الإنجازات ديالكم ونبدأوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة. نعم أستاذة، بحثت في موضوع المواطنة ولقيت هذا التعريف وكتبته في هذه البطاقة. يلا حاولي تقرأيه لينا. يلا قرأيه فاتحة. المواطنة هي الاعتزاز بالانتماء إلى الوطني. تبارك الله عليك فتيحة. جيد، والتعريف اللي جبتيه هو اللي غادي يظهر الآن على الشاشة. المواطنة هي الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن، والمواطنة هي أساس لبناء الدولة الحديثة، وهي علاقة بين الفرد والدولة، وكذلك احترام القوانين والتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بنفس الحقوق والواجبات. وهذا التعريف هو اللي غادي يظهر الآن أمامكم على الشاشة، وتفضلي فاطمة قرايه. نعم أستاذة، المواطنة هي الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن، وهي علاقة بين الفرد والدولة وأساس لبناء الدولة الحديثة. جيد تبارك الله عليك فاطمة. وشكون عنده شيء إضافة ونشوفه مع خديجة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذة، المواطنة هي حبنا الوطن. جيد تبارك الله عليك خديجة، بالفعل حب الوطن هو حب فطري اللي كيتولد بداخلنا، وهو كذلك عقيدة راسخة ومشاعر صادقة. ونشوفوا شكون عنده شيء إضافة، نشوفوا مع فتيحة. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة، حبنا الوطن هو ماشي غير أقوال، ولكن خصنا نقوموا بالأفعال اللي كتعبر على حبنا الوطن. تبارك الله عليك فتيحة. جيد، بالفعل حب الوطن هو ماشي غير أقوال، ولكن خاصو يترجم لسلوكات وأفعال تنقوم بها باش نثبتوا انتماءنا ولائنا الحقيقي لوطننا الحبيب. ونشوفوا شكون اللي عنده شي إضافة مع أمينة. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، باش نكون مواطنة صادقة خاصني نكون مخلصة الوطني وندافع عليه. جيد تبارك الله عليك، المواطنة الصادقة هي الإخلاص والتضحية في سبيل الوطن وخدمته، ونفديه بنفوسنا وبمالنا وولادنا وكل ما كان ملكه من أجله. المواطنة الصادقة عندها مجموعة من المظاهر اللي تتبان على شكل سلوكات وممارسات، وفي نظركم شنو هي هاد المظاهر؟ ونشوفوا مع فتيحة. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة، باش تحقق المواطنة الصادقة خاصنا نتشبتوا بثوابت بلادنا الدينية والوطنية ونعتزوا بها. جيد تبارك الله عليك فتيحة، بالفعل من مظاهر المواطنة الصادقة تشبث بثوابت ومقومات الأمة المغربية. ونشوفوا شكون اللي عنده شي إضافة، نشوفوا مع فاطمة. تفضلي. نعم أستاذة، خصنا نخرطوا في خدمة الوطن ونشاركوا في كل ما تيهم بلادنا، بحال التصويت في الانتخابات ونساهموا في تقدم بلادنا. جيد تبارك الله عليك فاطمة، حيت التصويت في الانتخابات حق دستوري واجب وطني ومسؤولية جميع المواطنين. والآن نشوفوا شكون اللي عنده شي إضافة، نشوفوا مع لطيفة. تفضلي لطيفة. نعم أستاذة، باش نكون مواطن صادق خاصني نساهم في تنمية بلادي
بسلوكات كثيرة، مثلا نشارك في الأعمال التطوعية والحملات التحسيسية كنظافة البيئة. تبارك الله عليك وتبارك الله عليكم جميعا. بالفعل المواطن الصادق هو اللي كيساهم في تنمية البلاد وكيتفانى في خدمة الوطن الحبيب بكل ما أوتي من جهد. والآن نعطيو الكلمة لكلثوم. تفضلي كلثوم. نعم أستاذة، خصنا نحافظ على الثقافات والتقاليد وتراث بلادنا. جيد، تبارك الله عليك كلثوم. الحفاظ على ثقافات وتقاليد بلادنا وكل ما يتعلق بالتراث الثقافي وخاصة حماية المعالم التاريخية والتقليدية بحال المدن العتيقة والمناظر الطبيعية الثقافية، وكذلك تراث ثقافي لا مادي مثلا اللباس التقليدي واللهجات والأمثال الشعبية واللي فيها حماية للهوية الثقافية لبلادنا العزيزة. تبارك الله عليكم، أفكاركم جميلة وغنية وهي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة. مظاهر المواطنة الصادقة: أخلص لوطني وأدافع عن وحدته، أتشبث بثوابت ومقومات الأمة المغربية، أحافظ على ثقافتي وتقاليد بلادي، أنخرط في خدمة وطني وتنميته. والآن نشوف مع فاتحة، أعيد القراءة. نعم أستاذة. مظاهر المواطنة الصادقة: أخلص لوطني وأدافع عن وحدته، أتشبث بتوابث ومقومات الأمة المغربية، صحيح، أحافظ على ثقافتي وتقاليد بلادي، أنخرط في خدمة وطني وتنميته. جيد، تبارك الله عليك فتيحة. والآن غادي نمروا للتمرين اللي غادي يظهر الآن أمامكم على الشاشة. تفضلي أمينة، قرأي لنا التمرين وشرحي لنا شنو مطلوب منا. نعم أستاذ. أضع علامة أمام العبارات الدالة على المقومات على مقومات المواطنة الصادقة. جيد. التشبث بثوابت الأمة المغربية. جيد. تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، الولاء للوطن، صحيح، المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليك أمينة. ممكن تشرحي لنا شنو المطلوب منا في هذا التمرين؟ المطلوب منا أستاذة نضع علامة في أمام العبارات الدالة على مقومات المواطنة الصادقة. جيد، تبارك الله عليك أمينة. إذا عندنا مجموعة من العبارات والمطلوب منكم توضعوا علامة أمام العبارات اللي كتدل على مقومات المواطنة الصادقة، أي الأمور اللي تتقوم عليها المواطنة الصادقة، وغادي نعطيكم مهلة للتفكير. إذا الآن نشوفوا العبارة الأولى ونبدأ بأول عبارة. تفضلي فاطمة قريها. نعم أستاذة. التشبث بثوابت الأمة المغربية. تفضلي اعطينا الجواب. نعم أستاذة، هو من مقومات المواطنة الصادقة. جيد، تبارك الله عليك. إذا تشبثوا بالتوابت ديالنا، وغادي نوضعوا علامة في العبارة الأولى. جيد، تبارك الله عليك فاطمة، ونوضعوا العلامة. إذا الآن نمروا العبارة الثانية، تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، هل هي من مقومات المواطنة الصادقة أم لا؟ إذا نشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة. نعم أستاذة، تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ما نرجعوش العلامة، حيث خص تسبق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. جيد، تبارك الله عليك خديجة. المصلحة العامة أهم وأولى من المصالح الشخصية، ولازم علينا الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن لتحقيق النفع العام، وخصنا نعرفوا أننا كلنا معنيين بخدمة الوطن وتنميته. والآن نمر العبارة الموالية مع لطيفة. تفضلي لطيفة. الولاء للوطن. إذا أعطينا الجواب. من مقومات المواطنة الصادقة، وغنوضع علامة. جيد، تبارك الله عليك لطيفة، ونوضع العلامة.
وبالفعل الولاء للوطن يعد من مقومات المواطنة الصادقة، والولاء للوطن هو الإخلاص في القول والعمل لخدمة الوطن. والآن نمروا لآخر عبارة، تفضلي أمينة قريها. المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، هذه من مقومات المواطنة الصادقة، ونوضع علامة. جيد، تبارك الله عليك أمينة، ونوضع علامة. مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضمان لحماية الحقوق والواجبات. والآن كنطلب من كلتوم تقرأ العبارات اللي كتدل على مقومات المواطنة الصادقة. تفضلي كلتوم. نعم أستاذة. التشبث بثوابت الأمة المغربية. جيد. الولاء للوطن. تبارك الله عليك كلتوم، تفضلي فاتحة قرأي لنا العبارة الأخيرة. نعم أستاذة. المساواة والتكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليكم. والآن لاحظوا معايا السؤال اللي كيظهر أمامكم على الشاشة، ما هي سلوكات المواطن الصادق؟ وغادي تحاولوا تجاوبوا على هذا السؤال بجملة، وغادي تكتبوا في دفاتركم، وغادي نعطيكم مهلة للإنجاز. تفضلوا. والآن نشوف الإنجازات ديالكم اللي كتبتوا على الدفاتر. نبدأ بفاتحة نشوف. مزيان، تبارك الله عليك. نشوف خديجة. أنا نسيتي الذاتي، الذال المعجمة، صافي النقطة. تبارك الله عليك خديجة. فاطمة، هنا ما كيناش، ماشي المرافيقي، الياء ما كايناش فيها، ماشي مد، يعني غير الفاء مع الكسره. تبارك الله عليك، حيدي هذه، صافي حيديها. شوف امينه، تبارك الله عليك امينه، جيد. نشوف لطيفه، تبارك الله عليك. كلتوم هنايا الضمه، هنايا الكسره، صافي. الاخرين هنايا، هذيك هكذا الاخرين، هنايا حيدي هاد الالف، حيديها هنا الكسره، صافي. صح الخطا ديالك، تبارك الله عليكم جميعا. والان غنشوفوا الجمل ديالكم، ونبداو مع لطيفه. لطيفه شنو كتبتي؟ نعم استاذه. غرس قيمي المواطنة الحاقة في الأبناء. جيد، ونلاحظوا الجملة ديالك على الشاشة، غرس قيمي المواطنة الحاقة في الأبناء. وشنو كتعني بهذه الجملة هذه؟ خاصني نربي وليداتي على القيم والوطنة. جيد، تبارك الله عليك لطيفة. بالفعل المواطن الصادق هو اللي كيغرس قيم المواطنة الحقة في وليداته منذ الصغر، وحتى في المحيط ديالو. والآن نمروا عند كلتوم. كلتوم تفضلي قرأي لنا الجملة ديالك. نعم أستاذة. أداء واجباتي واحترام القوانين وحقوق الآخرين. جيد، تبارك الله عليك كلتوم، ونلاحظوا الجملة ديالك على الشاشة، أداء الواجبات واحترام القوانين وحقوق الآخرين. ولكن شنو كتعني بهذه الجملة هذه؟ نحترم القانون وحقوق الناس. جيد، تبارك الله عليك كلتوم. احترام القانون أساسي باش يكون الأمن والأمان في بلادنا، وكذلك احترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم من صفات المواطن الصادق. والآن نشوف فاطمة، تفضلي قرأي الجملة اللي كتبتي. نعم أستاذة. الحفاظ على المرافق والممتلكات العامة. جيد، وهي اللي غنلاحظوا على الشاشة، الحفاظ على المرافق والممتلكات العامة. تبارك الله عليك فاطمة، وشنو المقصود ديالك من هذه الجملة؟ نعم أستاذة، خصنا نحافظوا على المرافق والممتلكات العامة بحال الحديقة ومنتزه الحي
وغيرها. تبارك الله عليك فاطمة. فكيف ما كتعرفوا المرافق والممتلكات العامة اللي كتشيدها الدولة من أجل المصلحة العامة خاصنا نحافظوا عليها. والآن نمروا نشوفوا عند خديجة. تفضلي قولي لنا الجواب ديالك اللي كتبتيه. نعم أستاذة، استمرار في التكوين الذاتي والتعلم مدى الحياة. جيد، ونلاحظوا الجملة ديالك على الشاشة، الاستمرار في التكوين الذاتي والتعلم مدى الحياة. شرحي لنا هذه الجملة. نعم أستاذة، بالنسبة لي خصني مازال نزيد نستمر في التعلم باش ننمي ذاتي وننجح في حياتي. تبارك الله عليك خديجة. جيد، الاستمرار في التعلم وتطوير الذات بحد ذاته كيساهم في المشاركة في مسلسل التنمية المستدامة ببلادنا. والآن مروا عند فاتحة تقرأ لنا الجملة اللي كتبت. تفضلي فاتحة. نعم أستاذة، تقديم صورة حسنة عن بلاده وتمثيله أحسن تمثيل خارج الوطن. جيد فاتحة، والآن لاحظوا الجملة ديالك على الشاشة، تقديم صورة حسنة عن بلاده وتمثيله أحسن تمثيل خارج الوطن. وشنو كتقصدي بهذه الجملة اللي كتبتي؟ نعم أستاذة، خاصنا نمثلوا بلادنا خارج، أحسن تمثيل خارج البلاد وداخل البلاد. تبارك الله عليك فاتحة. جيد، خاصنا نعطيو نظرة حسنة عن بلادنا باحترام السياح الأجانب اللي تيزوروها والتعامل معهم وفق الضوابط. وكذلك خارج الوطن خاصنا نحترموا قوانين البلاد اللي تنزورها ونحترموا مواطنيها وكذلك عاداتهم وتقاليدهم ونحافظوا على مرافقها وممتلكاتها وغيرها. والآن مروا عند أمينة. تفضلي قرأي لنا الجملة اللي كتبتي. نعم أستاذة، المبادرة إلى خلق مشاريع مضرة للدخر. جيد أمينة، والآن لاحظوا الجملة ديالك على الشاشة، المبادرة إلى خلق مشاريع مضرة للدخل. شرحي لنا هذه الجملة ديالك. نعم أستاذة، خاصني نطور حرفتي ومشروعي باش نزيد يكون عندي مدخول ونقدر نخدم معايا حتى ناس اخرين. صحيح، تبارك الله عليك أمينة، المواطن الفاعل هو اللي تيكون مبادر وكيساهم في تقدم وتطور بلاده في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وتبارك الله عليكم. والآن لاحظوا معايا الجمل اللي كتظهر على الشاشة. تفضلي فاطمة قراي ثلاثة الجمل الأولين. نعم أستاذة، من سلوكات المواطن الصادق. صادقي؟ صادقي، غرس قيم المواطنة الحقة في الأبناء. جيد، أداء الواجبات واحترام القوانين وحقوق الآخرين. جيد، الحفاظ على المرافق والممتلكات العامة. تبارك الله عليك فاطمة. تفضلي أمينة أتميمي القراءة. نعم أستاذ، الاستمرار في التكوين الذاتي والتعلم مدى الحياة. جيد، تقديم صورة حسنة عن بلاده وتمثيله أحسن تمثيل خارج الوطن. جيد، المبادرة إلى خلق مشاريع مضرة للدخر. جيد، تبارك الله عليكم. والآن غادي نمروا للنشاط الموالي اللي غادي نخصصوه لمرحلة التخطيط للمشروع، وغادي نحددوا فيها الأهداف، وكذلك غادي نحددوا المحاور والأدوات اللي غادي نوظفوها من خلال الإنجاز، وفي الأخير غادي نوزعوا المهام على المجموعات. ومشروعنا التربوي الجديد هو عبارة عن منصة إبداعية، والهدف منها هو استكشاف أفكاركم الإبداعية. واسم مشروعنا هو اللي كيظهر على الشاشة، ملحمة مواطنتي الصادقة. تفضلي فتحة عيدي قراءة اسم المشروع. نعم أستاذة، ملحمة مواطنتي الصادقة. تبارك الله عليك فتحة. والآن شكون اللي عنده شي تساؤل بخصوص اسم المشروع؟ تفضلي خديجة. أستاذة ما فهمتش كلمة ملحمة. تبارك الله عليك، سؤال في محله. الملحمة هي عمل فني كيتضمن كلام موزون ومعبر عن الروح الوطنية، وكذلك كنستعرضوا فيه تاريخنا أو شي حدث وطني. وهذا التعريف هو اللي كيظهر الآن أمامكم على الشاشة، الملحمة الوطنية هي عمل فني يعبر عن جوهر أو روح الوطنية وتستعرض جزءاً من تاريخ الأمة أو حدثاً
وطنيا. إذا شكون اللي عاود يقرا لنا التعريف ونشوفه مع خديجة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذة، الملحمة الوطنية هي عمل فني يعبر عن جوهر أو روح الوطنية، وتستعرض جزءا جيد من تاريخ الأمة أو حدثا وطنيا. تبارك الله عليك خديجة. جيد، إذا نشوفوا شكون اللي عنده شيء إضافة ونشوفوا مع فتيحة. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة، خاصنا نعرضوا شعار ديال المشروع ديالنا. جيد فتيحة، كنظن أنك بغيتي تقصدي أننا خاصنا نحددوا شعار المشروع. جيد، إذا بالفعل شنو هي دابا؟ حاولوا تقولوا لي الاقتراحات ديالكم كشعار لهذا المشروع ونشوفوا الاقتراح ديال فاطمة. تفضلي. نعم أستاذة، كنقترح شعار مواطنتي الصادقة من أجل تنمية بلادي. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. وشنو رأيكم في اقتراح ديال فاطمة؟ واش كاملين موافقين؟ نعم أستاذ. جيد، تبارك الله عليكم. وغادي نعبروا على هذا الشعار كيف ما كتلاحظوا على الشاشة، بمواطنة الصادقة أساس التنمية. إذا هذا هو الشعار اللي اختاريناه للمشروع. إذا تفضلي أمينة، أعيدي قراءة الشعار. شعار المشروع مواطنة الصادقة أساس التنمية. جيد، تبارك الله عليك أمينة. والآن بعد ما حددنا شعار المشروع، شنو في نظركم الأهداف اللي ممكن تحقق لنا من هذا المشروع؟ ونشوفوا مع خديجة. تفضلي خديجة. نعم أستاذة، من أهداف ديال هذا المشروع أننا نعبروا على اعتزاز وطنيتنا وحبنا لوطننا. جيد، تبارك الله عليك خديجة. بالفعل من بين أهداف المشروع ديالنا هو ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة الصادقة، وكذلك تشبث بالثوابت الدينية وتعزيز الهوية الوطنية المغربية. والآن نشوفوا شي هدف آخر مع فتيحة. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة، بما أننا غنعرضوا إنجازاتنا غنبدعوا ونبتكروا أكثر. جيد، تبارك الله عليك فتيحة. هذا المشروع أكيد غادي يحفزكم على الإبداع والابتكار، وأنا متأكدة أنكم قادرين تبدعوا في منتوجكم وتعرضوه في منتهى الروعة والجمال. والآن مشيوا عند كلثوم. تفضلي كلثوم. نعم أستاذة، هذا المشروع غيخلينا نعتمدوا على ذواتنا وقدراتنا ونزيدوا نثقوا في نفوسنا ونطوروا قدراتنا. جيد، تبارك الله عليك كلثوم. إذن وكذلك اكتساب مهارة البحث، وهذه الأهداف اللي ذكرناها هي اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة. إذن أهداف المشروع: ترسيخ قيم المواطنة الصادقة، التشبث بالثوابت الدينية وتعزيز الهوية الوطنية، التحفيز على الإبداع والابتكار، تعزيز الثقة بالنفس، التأهيل للانخراط في مشروع التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. إذن وشكون فيكم يقرأ لنا أهداف المشروع ونشوفوا مع لطيفة؟ تفضلي لطيفة. نعم أستاذة، أهداف المشروع ترسيخ قيام المواطنة المواطنة الصادقة، التشبث بالثوابت الدينية والتعزيز الهوية الوطنية، التحفيز على الإبداع والابتكار والابتكار. جيد، أتميمي القراءة. تعزيز الثقة بالنفس. جيد. التأهيل بالانخراط في مشروع التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. تبارك الله عليك لطيفة. والآن غادي نمر للمرحلة الموالية اللي هي تحديد المواضيع وكذلك تحديد الأدوار. وكيف ما كتلاحظوا معايا على الشاشة، عندنا ثلاثة ديال الكرات بألوان مختلفة، وكل كرة فيها موضوع معين. وقبل ما تختار كل مجموعة المهمة ديالها، واش ممكن تشتغلوا في ثنائيات كيف ما انتم جالسين دابا؟ واش موافقين؟ نعم. جيد، تبارك الله عليكم. والآن غادي نطلب من الثنائي الأول كلثوم ولطيفة، شنو اللون اللي اختاريته؟ نعم تفضلي كلثوم. نعم أستاذ، اختارينا اللون الأزرق. جيد، والآن غادي نمروا للثنائي الثاني. أمينة وفاطمة، حاولوا تشاوروا فيما بينكم وتختاروا لون من الألوان.
تفضلي أمينة، شنو اللون اللي اختاريته؟ نعم أستاذة، اللون الأحمر. جيد، إذا بقت لنا آخر كرة اللي هي باللون الأصفر وغتكون من نصيب ثنائي الثالث اللي هما خديجة وفاتحة، والآن غنطلب من كل مجموعة تقرأ الموضوع اللي تكلفت به ومشيو عند المجموعة الأولى. تفضلي لطيفة. البحث عن خطب ملكية وصور وغيرها تعبر عن المواطنة الصادقة والتنمية. جيد، تبارك الله عليكم. إذا المطلوب منكم في البحث أنكم تبحثوا عن خطب ملكية وصور وغيرها تتعبروا فيها على المواطنة الصادقة والتنمية. والآن نمروا للثنائي الثاني. تفضلي فاطمة قرأي الموضوع اللي عندكم. نعم أستاذة، إعداد عبارات وجمل زجلية تعبر عن المواطنة الصادقة. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. إذا المطلوب منكم تعدوا عبارات وجمل زجلية كتعبر على المواطنة الصادقة، وهكذا باش نكتشفوا جميع الحس الإبداعي ديالكم. والآن نمروا للثنائي الثالث والأخير مع خديجة. تفضلي قري الموضوع اللي من نصيب ديالكم. نعم أستاذة، التعريف باللباس المغربي التقليدي ومكوناته وعلاقته بالهوية الوطنية. تبارك الله عليك خديجة. إذا المطلوب منكم تبحثوا على بعض أنواع اللباس التقليدي المغربي اللي هو جزء من الهوية الوطنية. إذا بعد ما تعرفنا على موضوع المشروع وأهدافه وكذلك عمل المجموعات، الآن نشوفوا شنا هي الأدوات والوسائل اللي غادي نوظفوها في إنجاز هذا المشروع، ونشوفوا مع أمينة. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، باش نبحثوا في هذه الملحمة غنجيبوا لباس تقليدي النساء وديال الرجال. جيد، تبارك الله عليك أمينة، فكرة رائعة. إذا غنوظفوا لباس تقليدي وحلي وإكسسوارات. والآن شكون اللي عنده شي إضافة؟ ونشوفوا مع لطيفة. تفضلي لطيفة. كاينين كذلك الرايات والصور والبطاقات وفيديوهات. تبارك الله عليك لطيفة. جيد، وحتى بعض الرايات المغربية وهذه الأدوات والوسائل هي اللي كتظهر الآن أمامكم على الشاشة. وتفضلي فاطمة قريها. نعم أستاذة، الأدوات والوسائل المستخدمة. جيد، في المشروع صور، بطاقات، فيديو، لباس تقليدي. لباس تقليدي للنساء والرجال، رايات مغربية، حلي تقليدية، حلي تقليدية، إكسسوارات. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. وقبل ما ننهيو حلقتنا نذكروا بعمل المجموعات اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة، وكل مجموعة تقرأ المطلوب منها. إذن المجموعة الأولى، تفضلي كلتم قراي. نعم أستاذة، البحث عن خطب ملكية وصور تعرف عن تعبر عن مواطنة عن المواطنة الصادقة والتنمية. جيد، تبارك الله عليك كلتم. والآن نمروا للمجموعة الثانية. تفضلي أمينة قري. نعم أستاذة، المجموعة الثانية، إعداد عبارات وجمل زجلية تعبر عن المواطنة الصادقة. تبارك الله عليك أمينة. جيد، والآن مروا المجموعة الثالثة والأخيرة مع فاتحة. نعم أستاذة، المجموعة الثالثة، تعريف باللباس المغربي التقليدي ومكوناته وعلاقته بالهوية الوطنية. جيد، تبارك الله عليكم جميعا، ونتمنى هذه المواضيع اللي خصناها لهذا المشروع تكون نالت إعجابكم. وغنطلب من كل مجموعة من المجموعات تبدأ في إنجاز المشروع ديالها، وفي الحلقة المقبلة بإذن الله غادي نعرضوا المنتوج ديالكم ونناقشوها داخل الاستوديو.
وبهكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وكندعوكم عزيزاتي المستفيدات أعزائي المستفيدين لإعادة مشاهدة الحلقة على قناة السادسة أو على الرابطين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.